تقول لك أبغى أسوي لي مشروع، أطلع من عبودية الوظيفة، بس ما أدري وش أسوي. أوه ماي جاد، أنتي هذه كلمة عبودية الوظيفة هذه لحالها توحش، هذه لحالها توحش. أنا اشتغلت في القطاع الخاص واشتغلت في القطاع الحكومي، عمري ما حسيت إني عبد الأحد عشان أنا موظفة. أنا أشتغل وأخذ راتبي وأمشي، عمري ما صرت حسيت إني أنا عبد الأحد، عمري ما حسيت إني أنا يعني عندي هذا الشعور تجاه الوظيفة. وأعتقد هذا الشعور كثير مؤذي إذا أنت يعني قاعدة في الوظيفة، كثير مؤذي كثير مؤذي. أنا ما أعرف يعني ليش أنت يعني أحد غسل دماغك، أحد أقنعك بالفكرة. طيب إذا فتحتي مشروع، سؤال الآن لك أنت، إذا فتحتي مشروع بتجيبين عبيد يشتغلون عندك؟ يلا جاوبي، تفضلي جاوبي على السؤال. هذا ناس محترمين أحرار. إذا أنت فتحتي مشروعك مين بيشتغل عندك؟ أنا أعتقد أنه أنت يعني أنت يعني يحتاج شوية يعني تقعدين مع نفسك وتفكرين أنه الموضوع مو بالطريقة اللي أنت تتصورينها، أو أحد قال لك إياها أو غسل دماغك عليها. سيظل دائما لو كانت كل الخيارات مفتوحة للبشر، سيظل هناك أشخاص تعمل عند أشخاص، سيظل هناك أشخاص يشتغلون عند أشخاص، سيظل طوال الوقت. في ناس ما تقدر أنها تستقل بنفسها، والناس اللي استقلت بنفسها تحتاج إلى أشخاص يساعدونها، أرواح مساعدة أنها تدعمها عشان هي تحقق الأهداف اللي قد تكون لمجموعة كبيرة من الأشخاص. ذلك الجملة بحد ذاتها تخلي الواحد يعني يرتبك من الوظيفة. حين انتي حبي وظيفتك، قولي الحمد لله والشكر، ويعني حسني شعورك تجاه الوظيفة عشان تصلين الى مرحلة انك انتي تقدرين يعني تشوفين نظرة، يكون عندك نظرة ثانية، يكون عندك احساس اخر، ما تقدرين تنتقلين بهالاحساس هذا. انتي زي المرأة اللي تهرب من ابيها الى زوجها، يوم من الأيام تهرب من زوجها لأبوها مرة ثانية كذا، بس قاعدة تلف. ليش تهربين من الوظيفة؟ المفروض تطلعين وانت يعني حاسة بشعور جيد، ما المفروض انه يكون حالة هروب. طيب